فاكر حاجات ايه يا احمد بصراحة. من انا اكتر حاجه فاكرها ويعني حاجه مضحكه شويه، ان احنا خالد بيبو دايما عشان كان بيلعب باسكت في السويس، فدخل الصاله بيتفرج على ماتش، كان في ماتش سيدات باسكت، والله فانا كنت قاعد جنبه، فبقول له ماتش الزمالك اللي جاي انا حاسس انت هتجيب هاتريك. انا بقولها انت كده، قلت له كده؟ انا بقول له كده خلاص يعني مفيش انت هاتريك، عيل صغير بقى لسه. انا حاسس انك هتجيب هاتريك. قال لي ربنا نكسب 1-0 بس حتى. وانا احسن من غيري من واحنا صغيرين يعني، احنا اصحاب جدا. فقلت له ان شاء الله هنكسب، حاسس ان احنا هنكسب. فروحنا الاستاد، السنطره بدات، رضا شحاته جون، ابراهيم سعيد نعم جون، بسم الله الرحمن الرحيم الجون الاول، خالد بيبو جون، وحسام اللي عامله بالمناسبه لا حطها له ورضا حطها شاطر، ورضا حطها والثلاثه بقى بتوع الشوط الثاني. طبعا كان ماتشي بصراحه، اللي ما حضرش الماتش ده وما حضرش 4-3 4-3 بتاع الكاس، بتاع الزمالك في الكاس حسام حسني. 4-3 ده انا حضرت، انا كنت بلعب 4-3 و6-1 في الاستاد دول، يعني بصراحه ما شافش اهلي وزمالك.